ومعنا للتعليق على هذا الموضوع السيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب. مرحبا بك معنا استاذ عبد الله. ومشاهديكم الاكارم. ابدا معك مما انتهى اليه التقرير حول ما كشفه معهد واشنطن للدراسات الشرق الادنى ان هناك مجموعه مرتبطه بالميليشيات تسمي نفسها ابناء المهندس، اخترقت الوسط التعليمي وتنشر افكار متطرفه مرتبطه بالمشروع الايراني، كيف يمكن ان يجري ذلك؟ بالحقيقه الواقع العمليه السياسيه يسمح لهذه التصرفات لانه وزعوا المناصب على الكتل السياسيه، والكتل السياسيه اليوم التي تهيمن على المشهد السياسي هم جماعة إيران أو ما يسمى بالإطار التنسيقي. هذا الإطار هو تابع فكريا وعقائديا إلى إيران، وبالتالي هو كل ما يعمل لصالح إيران لعملية، ونحن نراقب هذا الوضع نراه تصاعديا باستمرار، أنه ضم العراق سياسيا وعقائديا واقتصاديا، طبعا سبقه الضم الأمني. هذه كلها هي تجري بهذا الإطار وليس بإطار آخر، والعملية السياسية هي التي تسمح لهم بهذا التصرف، وأمر طبيعي. وزير التعليم العالي تابع إلى إحدى الميليشيات اللي هي جماعة قيس الخزعلي، وبالتالي هو ينفذ ما تطلبه، ويؤمن هو شخصيا يؤمن بعملية ولي الفقيه. هذه ولي الفقيه بمعنى أنه أي مكان أنت فيه هو تابع إلى الفقيه، هذا الفقيه هو الذي يقود إيران، فبالتالي كل العملية تجري هي لصالح إيران وليس للعراقيين ناقة ولا جملا في هذا الأمر. نعم، طيب خطورة هذا الموضوع، هذا محاولة الاختراق المعرفي والتعليمي والثقافي له خطورة كبيرة جدا على الأجيال، يعني بعد محاولات التغيير الديموغرافي ومحاولات كثيرة جدا من التجهيل وما إلى ذلك، اليوم يخترق من يستطيعون الوصول إلى التعليم وتلقي التعليم في العراق. هو الغاية من هذا الاختراق هو خلق جيل قادم أو نخبة سياسية يعني تقود البلد تابعة إلى إيران بعقائدها، وبالتالي يعني هي الأساس، والعمل يبدأ من الجامعات. فلذلك وهذه خطوة إيرانية مسبقة، عندما جاء خميني إلى السلطة اتخذ نفس الخطوات أيضا، يعني عمل يعني تنظيم طلابي خاص به، وبالتالي كان يقوده بوقته رئيس الحكومة الإيرانية الجمهورية الإيرانية الأسبق. فبالتالي كانت هذه العمليات يعني تدريبية لوجود قيادات مستقبلية على المجتمع، فبالتالي هذا المقصود منه هو خلق وهيمنة على النخب الفكرية. بالتأكيد يعني هذا الوضع سيزيد من الانقسام الاجتماعي في العراق، خصوصا الانقسام الطائفي، وهذا ما تريده إيران، يعني تريد تحققه حتى تجعل من العملية السياسية سهلة أن تلتحق بإيران سياسيا وعقائديا وجغرافيا. نعم، من ناحية أخرى فيما يتعلق بما ذكره معهد صوفان الأمريكي أن هناك مساعي أمريكية لإجبار حكومة السودان على تسريح الميليشيات الموالية لإيران، هل يبدو هذا الكلام منطقيا؟ يعني هل يمكن ذلك؟ هذه الضغوط اللي ذكرها تقريركم هي بحقيقة ضغوط ليس على السوداني، لأنه أمريكا تعرف طبيعة النظام وتعرف يعني قدرات أي رئيس وزراء بالعراق في ظل هذا النظام وهذه المحاصصة، تعرف يعني إمكانياته، ولا تستطيع أن تفرض عليه آراء أكثر مما تفرض عليه العملية السياسية، لأنه هي التي صممت العملية السياسية. إنما يعني هي ورقة تفاوضية ضد إيران وليس ضد رئيس الوزراء أو ضد شخص آخر في العراق. هذه العملية وهذه الضغوطات وما ذكرتها يعني التقارير الأمريكية هي مجرد ضغوط تفاوضية على إيران وليس على العراق. نعم، فيما يتعلق بما طالبت به رئاسة محكمة استئناف واسط، طالبت مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم بتهمة الإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي، هل تعد هذه التهمة كافية لسحب حصانة دبلوماسية من نائب اختير من المفترض أنه اختير من الشعب؟ ما الذي يجري؟ يعني هم وضعوا للتسميات كثيرة عملية التقديس، وعملية التقديس بالحقيقة هي يعني
متعددة الأبعاد، منها التخويف الإلهي والرهبة والخوف والضغوط على المجتمع، فبالتالي يعتبرون كل ما يمس هذا التشكيل المقدس يعتبروا مسا بالإله، مسا بمقدساتهم هم وليس بالتشكيل نفسه. فمن هنا تأتي الخطورة، ليست الخطورة أن يحاسبوا شخص هم انتخبوه، الناس انتخبته، أو يسحبون من عند الحصانة المزعومة. يعني الخطورة تأتي من هنا، جعل هذا المكان أو هذه المجموعة أو هذا الشخص أنه فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق الإداء. هذا تخويف إلى الشعب وتهديد إلى مستقبل الشعب، أنه لا يستطيع أحد أن ينتقد تصرفاتهم، لأنه هم الذين الآن يهيمنون على الاقتصاد والسياسة والأمن وكل شيء بيدهم. فبالتالي على المواطن أن يسكت ويخاف هذه التهديدات لأنها مقدسة. نعم. طيب، عندما تعلن ميليشيات من قبل تصريحات متتالية حول الاشتباك مع الأمريكان وما إلى ذلك، ثم بشأن إنهاء الهدنة مع القوات الأمريكية، تعلن ميليشيا كتائب سيد الشهداء أنها ما زالت ملتزمة بالهدنة التي أبرمها رئيس الحكومة محمد السوداني وأرساها في شهر شباط الماضي. كيف يمكن أن نفهم سلوك هذه الميليشيات في هذه القضية طيلة الشهور الماضية؟ يعني هذه القوى هي تؤمر من إيران أن أقوموا بهذا العمل اليوم، وبالتالي إيران تتفاوض مع أمريكا لإنهاء هذا الوضع، فيبقى أمامهم الوضع محرج. هم يحاولون أن يبررون تصرفاتهم أمام الشعب العراقي، أنه أنتم ليش يعني منا إيران، أمريكا تحميكم، وأمريكا هي اللي وضعت النظام السياسي لكم، وهي التي يعني جاءت بكم على رقاب الشعب العراقي، وتقومون بضربها بدون تأثير يعني ملموس أو تأثير يوجع الأمريكان حتى نقول أنه هذه أفعال حقيقية. فبالتالي هو تملص من أمام الشعب العراقي، أو يعني إذا بأحسن الأحوال هو عملية جبن أمام القسوة التي يروها في بعض الأحيان، لما ضربوا مثلا يعني الحوثيين وضربوا بعض الأماكن الأمريكان، خوف من عندهم وجبن من عندهم، فذلك يلجؤون إلى يعني مهزلة أن يقول هناك طرف ثالث يقوم. هذه الدولة بيدكم، والأمن بيدكم، والاستخبارات بيدكم، وكل شيء بيدكم، وتعرفون من يتظاهر وكم عدد يتظاهر، وتدخلون المندسين داخل هذه المظاهرات، كل هذا تحت تصرفكم. إلا أنه واحد يأتي بأسلحة ثقيلة موجهة ويضرب أهداف أمريكية، هذا اللي ما تعرفوه، هذا أمر يعني العراقيين يستهزئون به. بالتالي هو عملية محاولة أنه يعني محاولة الإفلات من مساءلة الشعبية لهم، وليس بالحقيقة أن هم اتفاق أمريكا إيراني أنه جمع رئيس كتون. لماذا كل هذه القوات وهذه الحشود وهذه الأعداد من العناصر في الميليشيات ويعني التجيش والتسليح إذا لم يكن هناك عدو يستهدف سواء كان أمريكي أو غير أمريكي؟ هناك مشروع إيراني يجب تطبيقه، هذا هو، لا المقصود عدو ولا المقصود هو العدو الوحيد هو الشعب العراقي لهم، العدو لإيران هو الشعب العراقي، لأن هناك استراتيجية إيرانية لضم المنطقة والتأثير عليها. الصراع اليوم بين أمريكا وإيران هو على النفوذ الإقليمي والملف النووي، فبالتالي هم أدوات لتنفيذ هذا المشروع الإيراني، هم أدوات للمشروع الإيراني، كل هذا يوظف إلى صالح المشروع الإيراني، ليس إلى عملية يعني التناكف مع أمريكا أو الاعتداء على أمريكا أو ضربة، هذا كله غير موجود بالحقيقة. هو يعني تنفيذا لمشروع إيراني كبير على المنطقة، فبالتالي كل يوم يهددوا بلد عربي، كل يوم يقوموا بعمليات. اليوم العراق يعني لا أي محافظة بالعراق غير سالمة من تهديداتهم أو من هيمنتهم الاقتصادية والسياسية والعقائدية والفكرية. بالتالي هذه المشكلة هي هذه الجيوش، وهذه هو للتوظيف وتطبيق استراتيجية إيرانية للهيمنة على المنطقة بشكلها، الفهم الفارسي لها أن هذه المناطق كلها يجب أن تعود تحت هيمنة الإمبراطورية الفارسية. نعم.
أشكرك جزيلا سيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.